مرحبا كل، انا ايهاب وانا رياضي باركور من 10 سنين، واليوم راح اعلمكم كيف تعملوا البريسيجن او باختصار كيف تنطوا على طريقه الباركور. جاهزين؟ ليتس جو. تمام، وراح اعطيكم ثلاث طرق مختلفه كيف تعمل النطه. في اول واحده اللي هي النطه العاديه، وطريقه ثانيه اللي هي تعمل 180 درجه اللي هي تنط وتلف حالك نص لفه، وفي عنا 360 درجه اللي هي تنط وتلف حالك 360 درجه. طبعا هاي كلها راح اشرحها بالتفصيل، فعشان هيك ممكن يكون في شويه شرح طويل وزي هيك، فحاول اسمعوا للاخير لانكم راح تستفيدوا. يلا نبلش. تمام، ولكل نطه في لها طريقتين لنعملها قبل، في طريقه وانت واقف وفي طريقه مع ركضه اللي هي رننج بريسيجن وستاندنج بريسيجن. تمام، هلا راح نبلش مع النطه العادية وستاندنج اللي هو مع وقوف. هلا في ثلاث خطوات قبل ما اعمل النطة، برفع ايدي لقدام، هاي اول خطوة. ثاني خطوة بنزل ايدي لتحت وبتني الركب، وثالث خطوة بعمل النطة. هلا هاي ثلاث خطوات بتعطيك الباور لما تنط. وهلا بنيجي للهبوط، لما تنزل دائما بحاول انزل هون على رؤوس الاصابع، مش زي هيك، بس انا بحاول ما انزل على كعب اجري وعلى اجري من النص، لان هذا المره مش منيح لجسمك ولاجريك طبعا. كمان قوانين الباركور بتنحسب ستيك نظيفه او نزله نظيفه. بالضبط، اذا بدك تعمل بريسيجن ستيك انه لما تنط على الحفه تعمل 3 ثواني ثبات، فهيك بتصير بريسيجن ستيك في قوانين الباركور، انه انت عملت نطه وصار في عندك تحكم فيها. وكمان شغله صغيره، لما تعمل الهبوط على اجريك حاول اثني الركب دائما، ما تخليهم مستقيمين، لانه هيك انت كمان بتاذي ركبك. مش هيك، هيك. هلا تعلمنا كيف نعمل الهبوط وكيف نعمل الباور والنط. كمان هذا كان ستاندينج، هلا رح نعمل الرننج. طبعا هاي كثير صغيره النطه، بس حبيت اورجيكم ايش المبدا من الرننج، انه لازم تركض وبالاخير باجر واحده بتنط. وهي الطريقة بتجيب كثير باور منها، لأنك تعمل الركضة قبل وبعدين بتنط. هاي طبعا لمسافات بعيدة أو حسب المكان والمنطقة اللي حواليك. لما أجيت بدي أنط، في إجر كانت هون، مش بجر إجرتين طبعا، إجر واحدة، والإجر الثاني بتعمل كيك. طبعا بستنى شوي لحتى إجر تطلع لفوق وبعدين بنط. والهبوط دائما زي قبل، دائما في الباركور حاول انزل هون دائما في اي شيء بتعمله. ما انت تتعلم المبدا من هاي النطه كيف تعملها وزي هيك، وتصير واثق من حالك، بتصير تعمل مسافات بعيده وبتصير تعمل مسافات ممكن من اعلى. نفس الشيء هلا رح نعمل مع ال 180 درجه اللي هي تلف حالك 180 درجه، وهلا رح اعمل اياها. طبعا في حركه الايدين، انك تاخذ ايديك للشمال عشان يكون اسهل لما تلف جسمك، وخصرك تلفه كمان للجهه اللي بتاخذ ايديك عليها. مثلا انا شخصيا بلف على جهه الشمال، في ناس ممكن تلف على جهه اليمين، فشوف ايش جهتك اللي بتناسبك. ممكن تعملها اسهل على الارض المستقيمه بالاول، مش على حفه مثلا. اهم شيء تركز عليه حركه الايدين، حركه الخصر، عشان تقدر تلف اكثر شيء. في نقطه كثير مهمه انا عملتها شخصيا يعني من زمان وغلطت كثير فيها، انه لما انزل هون يا خسر بكون لقدام بقدرش اعمل ستيك على الحفه، او يا خسر بكون كثير لورا وما بقدر اضل على الحفه دائما. فحاول خسرك وكتفك بالنص يضلوا بعدين بصير. وزايد ما دائما عملنا ستاندنج دائما بنفع نعمل مع ركض، طبعا لمسافات ابعد وباور اكثر. طبعا دائما مارس الشغلات زي ما انت بتشوف، مش ضروري تعمل ستيك وتضلك على الحفه من اولها، ممكن عادي تنزل تحس وين انت وكيف الحركة، شوي شوي تعمل كنترول وتحسبها كستيك. هلا بضل عنا نعمل 360 درجة، وهلا راح اورجيكم كيف فيه. هلا هاي 360 درجة لليوم تقدر تحكي انها هي عن جد اصعب وحدة، فحاول اول اشي انك تمارسها على الارض. بالضبط، هي تكنيكها زي تكنيك ال 180 درجة، لما انت تعملها بتاخذ ايديك للجهة اللي انت بتلف عليها وخاسرة، بس عليك انك تتني الركب وتشوف وين انت طول الوقت، وبس ممارس يعني بالاكيد على الاكيد راح تجيبوها. بما انه هلا عملنا وقوف زي دائما راح اورجيكم مع الركض. لما بدك تعملها بالركض بدك تعمل اجريك مستقيمين
وبدك تحاول هون لما تعمل الكيك تاخذ اجرك للشمال شوي او لوين بتنط للشمال او لليمين. فلاحظ انت وروح اعملكم اياها بسلو مو كمان. تمام، هيك بنكون خلصنا الفيديو التعليمي لليوم. بتمنى انكم استفدتوا من الفيديو، وما تنسوا تكتبوا لي تعليق وتحكوا لي ايش رايكم، واذا بدكم اعمل كمان فيديوهات تعليميه زي هيك. وطبعا ما تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الاسبوعيه اللي بنزلها. بشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.